السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصورة دي مهمة عشان الواحد يفهم فكرة المدينة الذكية والبيت الذكي، وإمتى أقول على حاجة ذكية وإمتى ما أقولش عليها ذكية. لأن عايز تبيع أي حاجة قول لهم دي تلاجة ذكية، دي مقشة ذكية، هتلاقي الناس اشترت منك. طيب إزاي نقدر نقول على حاجة ذكية؟ إزاي أقول على الإنسان دوت إن هو ذكي؟ إن هو بيقدر يتفهم اللي بيحصل حواليه وبيقدر يتفاعل معاه. بس إيه رأيك في التعريف البسيط دوت؟ يعني مش هتلاقي التعريف ده في اي كتاب، بس هو ده يعني وجهة نظري ان الانسان الذكي مش حافظ كلام، لا ده هو بيتفاعل مع الموقف اللي موجود فيه ويقدر ان هو يتفاعل معاه ويقدر ان هو ياخد قرار وهكذا. فعشان يبدأ ان هو يتفاعل مع الحاجة اللي معاه لازم يكون عنده القدرة ان هو يشوف ويسمع ويشم، من خلال الحواس بيبدأ ان هو يتفاعل. لذلك الانسان لما بيفقد حاسة من الحواس ربنا بيعوضه بان الحواس التانية تصبح أكثر حساسية وأكثر قوة. طيب تعالى بقى نشوف إزاي المدينة تبقى ذكية أو البيت يبقى ذكي. لازم يبقى حاسس بالحاجة اللي حواليه. تمام، أول حاجة الاسكادا سيستم، ده سيستم لإدارة المدينة وإدارة المكان كله. عندي الجي بي إس، عندي السنسور حساسات في كل مكان، فأقدر أعرف إن هنا مثلا حصل في زحمة، إن هنا في استهلاك أكتر، إن هنا في مشكلة. الستلايت ميجري الصور كلها، ليزر سيرفي بنقدر نعمل ليزر سكان للمكان كله، الجي اس والبي اي ام برضه بيدخلوا معانا، الكاميرات السي سي تي في، سكانت ايمج، كنترول سيستم. كل الحاجات دي تعتبر زي الحواس اللي تخلي السيستم يبدأ يشوف. ونبدأ بقى بعد كده ندير البيانات اللي جت، نعمل داتا مانجمنت، الاسيت داتا المعلومات بتاعت الاصول بتاعت الاجهزة، الكاستمر داتا تقدر تديرها. الكاستمر داتا ممكن تاخدها من السوشيال ميديا جزء كبير منها. عندنا الكوست داتا، الداتا ستورج، الاكتيفيتي داتا، كل الحاجات دي بنبدا ان احنا نديرها وننظمها، لان بيبقى عندك كميه كبيره جدا من البيانات. طيب الكميه الكبيره من البيانات دي محتاجين ان احنا نعمل لها سنس ميكنج، فبنقدر نعمل لها موديلنج بحيث ان انت تبقى شايفها وتبقى تقدر تتنبأ باللي هيحصل بعد كده. بيج داتا اناليسيس، تمام، تخيل كمية الداتا اللي موجودة على موقع زي تويتر مثلا أو انستجرام. داتا مايننج تقدر إن أنت تدور على الحاجة، فده بيحسن لك المعلومات اللي عندك. وبعد كده نخش في أهم حاجة اللي هو ديسيشن ميكنج، ممكن يبقى أوتوماتيك. تمام، يعني أنا أقول له مثلا إيه إشارة المرور لما تلاقي في زحمة في أي إشارة، خلاص ممكن تطول المدة أو تأثرها، ممكن تعمل رسالة إن يا إخوانا خلوا بالكم النفق العسيري مقفول فطلعوا من فوق، ده حصلت النهارده يعني. فبيبدأ ان هو يوجه، ومش محتاج ان انا افرغ اشخاص لكده. الاشخاص مهمين او مهمين، ما نقدرش نعتمد على الذكاء الاصطناعي في كل حاجه، لازم يبقى فيه فلتره للحاجه. على سبيل المثال حطوا كاميرات لو حد مش رابط الحزام او بيتكلم في الموبايل، تمام، اوتوماتيك تديله غرامه. ماشي، فقال لك اول 3 ايام هيبقى تجريبي وتحذيري وعشان الناس تاخد بالها، فكانت بتجي لك الرساله في ساعتها. يعني اول ما تعمل الغلطه خلال ال3 ايام دول في نفس الثانيه تجي لك رساله انت غلطت الغلطه دي. طيب بعد ما ال3 ايام خلصوا كانت بتجي لك رساله تحذيريه يقول لك ما عليكش غرامه بس خلي بالك. بعديها بدا ينفذ ان هتبقى في غرامه. اول ما بدا ينفذ الرساله ما بقاش تيجي في نفس اليوم، بقت تيجي بعدها بيومين. ليه؟ لان لازم موظف ضابط المرور يبص عليها ويقول دي غرامه، دي مش غرامه، دي غرامه، دي مش غرامه. طيب اثناء كده الذكاء الاصطناعي بيتعلم، ماشين ليرنينج، يعني بيتعلم هو ليه اشمعنى قال دي واشمعنى قال دي لا، ده مش موبايل، ده دي لعبه، ده هنا كان مخبي الموبايل، لا ده هنا الحزام موجود هو بس اللون بتاعه مختلف شويه. فبدا يدرب الذكاء الاصطناعي، فبدا ما كان نسبه الاخطاء 50% لا بقت نسبه الاخطاء وصلت ل 98%. بس حتى الان ما يقدرش يقول لا خلاص مش مشكله 2%، تمام، لان كل شويه يجي لك بقى شكاوي. يعني انت وفرت على نفسك وقت في الاول، لكن كل شويه يجي لك شكاوى وناس تقول لك لا ده الغرامه دي غلط وكده. فلازم ايه يبقى في انسان برضو يفلتر. لكن الاخطاء بتاعه الاكتشاف هل هو رابط الحزام والموبايل معاه ولا لا بدات تقل بدات تقل بدات تقل، فاصبحت تقدر تعتمد عليه بشكل اكبر بس مش بشكل نهائي. تمام، دي نقطة مهمة جدا. فخلاص تقدر انت تاخد القرار بشكل كبير، بقى عندك
المعلومات الكافية، هل الأخطاء كتير ولا أصبحت الأخطاء قليلة ولا ممكن نتجاهلها ولا يعني عشان تاخد قرار لازم يكون عندك داتا. فيقول لك اه والله ده في ناس كتيرة مثلا بتبقى جاية في الشارع ده ما بتبقاش عارفة القرار لأن هما جايين من المطار، فعلى أساسها تقدر إن أنت تاخد قرار إن أنت مثلا هيبقى في تنبيه معين، هيبقى في كذا في كذا، القرار اللي يساعد الناس على الحياة أفضل. ودي الهدف من المدينة الذكية، مش الهدف من المدينة الذكية إن أنا آخد جايزة أفضل مدينة ذكية، لا، الهدف إن أنا أحسن معيشة الناس عشان ربنا يرضى علينا في الآخر. تمام، يعني أنت أهم حاجة بالنسبة لك الإنسان. يعني في الإنجيل إنما جعل الإنسان لخدمة، إنما جعل السبت لخدمة الإنسان وليس الإنسان لخدمة السبت. فإحنا هدفنا إن إحنا نحسن حياة الناس، زي ما المهندس حسن عبد الفتح بيقول ان ربنا مش هيسامحني لو انا عملت تصميم للبيت وبسبب التصميم ان انا كنت عايز اعمل حاجه شكلها حلو او واجهه ازاز او 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 زودت درجه حراره داخل البيت 17 درجه، واحنا في يعني في البلاد العربيه دي كارثه، تضطر بقى تركب تكييفات وتجي الفاتوره غاليه ومشاكل كتيره جدا. فلا، احنا قدر الامكان هدفنا ان ربنا يرضى علينا لان احنا راعينا واحسننا في التصميم بحيث ان الانسان يكون مستريح.